على أرضية ميدان المرموم في هذا الصباح الجميل. عاشر الأشواط تبدأ وتعلن انطلاقة هذا الشوط قبل قليل بحفظ الله ورعايته ليحمل الأبكار المهجنات لإذاع في هذا المسار وهذا اللقاء الصباحي الجميل الذي يجمع هذه الشعارات وهذه التحديات الجميلة والرائعة ما بين المتنافسين حتى وصول خط النهاية في 6 كيلومترات. نسير مع المراكز الأولى، نبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة، نتعرف على من قادت مسار الشوط بعد الانطلاق. يا سلام، وهذه نعود مع مسار هذا الشوط والمراكز الأولى. مهجه اللي تاتي بالمركز الأول تسيطر على مقدمة الشوط وتندفع بالمركز الأول، يقدم مهجه في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم مع المركز الأول الملاحق على مهجه من كل صوب، من كل صوب الثنتين. شوف الدفاع على المركز الثاني، وهذه حل تاتي في المركز الثاني، تعود ملكيتها راشد بن سعيد بن محمد المهيري من الجانب الاخر، بينما تقدم على المركز الثالث وثالث المراكز ناصيه سعيد بن محمد بن حسن بالثيمه العامري تتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع شوف الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات. وجدان محمد بن احمد بن عبيد بن ثاني الرميثي تتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس شوف عليه دخول وعليه تحدي على المركز الخامس من الجانب الاخر رغم 50. هذه جمايل لمنصور بن علي بالخصم الاكتبي في المركز الخامس. المركز السادس ونشوف سادس المراكز، هذه تعود ملكيتها مشاهدي الأعزاء خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي يتقدم مع هذه الانطلاقات، بينما المركز السابع في هذا أي الاندفاع وهذا الانطلاق هدنة وصلت لياسر بصغير بن عبد الله المالكي يقدم هدنة على هذا الانطلاق، بينما شعار محمد بن سلطان المالكي يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع عند رعي صوغة تقدم قبل الفاتنة المظفر بن محمد بن خموشة العامري، والمركز العاشر هذه تواجدت فيها راهية لعبد الله بن محمد بن عتيج المهيري، هذه اللي تاتي في المركز العاشر. هذه العشر المراكز الاولى في هذا المسار وهذا اللقاء وهذا التحدي الشيق والجميل الذي يحمل في هذا المسار. عودتنا مرة ثانية في هذا الانطلاق عبر شاشة دبي ريسنج، هناك خلف العشر المراكز أسماء وشعارات عملاقة في هذا المسار وهذا التحدي واللقاء على أرضية هذا الميدان. نعود إلى المركز الأول ونعود إلى الانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذا اللقاء. لا زالت مهجة اللي تسيطر على مقدمة الشوط، مهجة تقود المسار بشعار الجري. أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم مع مهجة اللي مسيطرة بشكلها بأداها الجميل على مقدمة الشوط وتقود الإذاعة بجدارة وبعرض تلقائي وذاتي، بينما الملاحقة من المركز الثاني والمركز الثاني هذه في حل تاتي في المركز الثاني لراشد بن سعيد بن محمد المهيري على المركز الثاني. أما المركز الثالث أشوف المركز الثالث وهذه تواجدت فيه اللي هي ناصية من البداية، أيضا منافسة سعيد بن محمد بحساب الثيمة العامري يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع أشوف رابع المراكز
مراكز جمايل. هذه جمايل منصور بن علي بالخصم الكتبي الذي ياتي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس خامس المراكز وجدان 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 محمد بن احمد بن عبيد بن ثاني الرميثي يتقدم مع وجدان، بينما هناك بندير تاتي في المركز السادس خلفان بن احمد بن بطي القبيسي يتقدم في هذه اللحظات، يتواجد مع بندير اللي رافعه الرايه والبنديره على التنافس والاثاره والتحدي. اشوف هناك التواجد والتقدم كذلك في هذا الشوط، اثاره حاضره مشاهدي العزاء. هدنة وصلت ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي يقدم هدنة في هذا الانطلاق على المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز. وهذه وليفة تعود ملكيتها لعبد الله بالبحري بن نوبي العامري تتقدم، بينما المركز الثامن ولا التاسع هناك وصلت في هذه اللحظات في المركز التاسع. شوف تقدم واسماء جميلة، اعتبار الدكتور راشد بالزفنة العفاري، والمركز العاشر شعار بن قصنة على ما اعتقد من الجانب الاخر ولا بن طرشوم، نعم بن طرشوم شكرين الجمري كذلك شعار بن طرشوم. الله يا سلام يا سلام، هذه الاسماء والشعارات عودة الى التنافس. الشوط يحمل اثاره يحمل تحديات، ولكن التكتيك من المضمرين اشوف متابع دير بالك يا ابو سيف، دير بالك يا بن دري، ركز في مسار الشوط، الجماعه قادمين في هذا المسار. ولا زالت مهجه على المركز الاول، مهجه على مقدمه الشوط، تقود الشوط من بدايته، تتحمل مسؤوليته، تتقدم بالمركز الاول وبعرضها التلقائي بدون اي اوامر. احمد بن سعيد بن دري يتقدم الجري مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع يقود هذا السيل وهذا الكم القادم، بينما شوف اسم جديد تقدمت على المركز الثاني، سلسبيل هلال بن محمد بن طراف المنصوري على المركز الثاني، وصل راعي صوغ العملاق العيناوي يتقدم على المركز الثالث، راعي صوغ وصل مظفر بن محمد بن خموش العامري بن طرشوم يا سلام يا سلام، وليفه 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 عبد الله بن البحري بن نوبي العامري الذي وصلت في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق وصلت كل الشعارات. شوف الوصول في هذه اللحظات من قبل اعتبار للدكتور راشد بن الزفنه العفاري، ووصل عتيبه بن سالم النايلي، وصلت كل الشعارات. يا سلام يا سلام يا سلام، عوده الى الدكتور، عوده الى ابو حمدان، عوده الى بالزفنه اللي غير الى المقدمه، اللي غير مع اعتبار الدكتور راشد بن حمد بالزفنه العفاري يتقدم، ولكنها عادت مهجه. يا سلام يا سلام، احمد بن سعيد بن دري يتقدم على المركز الثاني، مهجه مشاهدي العزاء، وكذلك اعتبار ومهجه، وواصل قياد سعود من محمد بن احمد العسكري الوهيبي على المركز الثاني، ولكنها ما طاعت اعتبار تسلم الدكتور راشد بن حمد بن زفنه العفاري والوهيبي على مقدمه الشوط. اعلنت الفوز قياده سعود بن محمد بن احمد الوهيبي، تهانينا والناموس على الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت فيه اعتبار للدكتور راشد بن حمد بن زفنه العفاري، والمركز الثالث اللي في مهجة لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، المركز الرابع هذه وليفة لعبد الله بالبحري بن نوبي العامري. هكذا النتيجة، عودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام على شاشة التلفزيون في الأمتار الأخيرة. هذه قيادة سعود بن محمد بن أحمد العسكري الوهيبي الذي انطلق مع هذا الفوز، واهدى السلامات لاهالي السلطنه. 9 دقائق 17 ثانيه وجزئين
من الثانية. شكرا مخرجنا على هذا على هذه الدقة والمتابعة. التوقيت الزمني سلام لأهالي السلطنة، صباحي جميل، قدمت تنافس جميل من البداية كذلك، اعتبار قدمت توقيت زمني مقدار 9 دقائق 18 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، مهجة اللي اتت في المركز الثالث كذلك، منافسه من البدايه 9 دقائق 18 ثانيه، 8 أجزاء من الثانيه. احمد بن سعيد بن دري الفلاحي الذي تقدم مع هذه الانطلاقات على المركز الثالث، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.